مساء الخير عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم بنت البلد. وزي ما عودناكم دايما حلقه جديده يعني ضيوف جديده. معايا ومعاكم النهارده المستشار القانوني وائل ابو شوشه. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ سامر، منور البرنامج. طبعا بشكرك جدا على قبولك. انتم منورين من زمان يعني، ربنا يكرمكم. ربنا يخليك. والقناه هنا دي يعني بيتنا التاني يعني. مستشارنا الجميل، عايزين نعرف الساده المشاهدين اكتر مين وائل ابو شوشه. طبعا انا يعني سؤال صعب يعني. يعني وائل ابو شوشه راجل تعب في حياته، رجل قانون من الطراز الفريد بفضل الله سبحانه وتعالى. يحترم نفسه قبل ان يحترم الاخرين. بحترم نفسي عشان انا ما ينفعش ابقى رجل قانون واخالف القانون. طالما اطلقنا على انفسنا نحن رجال قانون لابد ان نحترم القانون. وائل خريج جامعة القاهرة 99، بفضل الله سبحانه وتعالى كنت مدير شؤون القانونية جامعة 6 أكتوبر في أول ما اتخرجت. بالمناسبة أنا من أول من تخرجوا جمعية جيل المستقبل بتاعة اللي كان بيدعمها الأستاذ علاء مبارك وجمال مبارك، اللي هي كانت أيام الرئيس مبارك الراحل رحمة الله عليه، وكنت الأول على الدفعة، وربنا اكرمني وعينت يعني اتعينت في النيابه العامه بعد كده، وبعد كده ربنا اكرمني بقى ودخلت مجال الاستشارات القانونيه، وحاليا انا مستشار في المملكه العربيه السعوديه. عايزين نعرف اغرب قضيه قابلتك ايه؟ بص حضرتك، بفضل الله سبحانه وتعالى يعني احنا شفنا وراينا ما لم يراه الاخرين. ليه؟ لان كانت القضيه بتبقى قدامنا. يعني كنا بنشوف، يعني عارفة حضرتك اللي بيطبخ بيبقى بيشوف المقادير ويشوف الدواخل بتاعة الحاجة وجودتها، فاحنا كنا بنشوف القضايا من داخلها. ولذلك يعني من أغرب القضايا اللي مرت عليا في حياتي في مرة من المرات، يعني كان طبعا لو حضرتك تفتكر الأستاذ عادل إمام ربنا يديله الصحة كان بيقول في جملة شهيرة كده. جملة شهيرة جدا. يقول إيه؟ عربي شخصية، مش كان بيقول كده؟ أيوه. طيب عربي شخصية ده كان مجرم فعلا، وكان مجرم فئة ألف، يعني مجرم خطير. وحين القبض عليه لما جم يقبضوا عليه مباحث العجوزة رمى نفسه من الشباك فتوفاه الله. خلاص الموضوع انتهى كده. وإذ بي وأنا في إحدى النيابات بعمل لقيت في محضر وللأسف الشرطة ما تتسألش قانوني عن رميه هو ولا كده خلاص؟ يعني هو رمى نفسه؟ لا هو رمى نفسه. تمام. هم جم يقبضوا عليه لأن هو كان مسجل فيها ألف. عارفة يعني إيه حضرتك فيها ألف؟ أيوة. فيها ألف ده يعني مجرم خطير، عتيد الإجرام، ده لا يستقيم المجتمع وهو فيه، يعني واخدة بال حضرتك؟ فطبعا يعني فإذ بي رأينا قضية جاية. طبعا يعني طبعا الله يرحم كل من مات سواء كان متهما او غير متهم، هو عند الله سبحانه وتعالى. لكن انا عايز اقول ايه، فوجئت بان عربي الشخصيه ده يعني مجرم موجود على الورق. يعني انا كنت في دماغي ان ايه، عادل امام بيهرج معانا بيرمي اسمه خلاص، لكن سبحان الله طلع مجرم يعني بالفعل. الغريب بقى في القضيه اللي انا تبينت لي ان انا فوجئت في ذات المرات ان في سيده معروضة هي وزوجها على النيابة العامة عادي مش واخد بالي. فوجئت أن هذا الشخص، وأنا آسف إن أنا أطلع الجماهير على هذه المشاهد المؤسفة، هذا الرجل أنا أستحي أن أقول أنه رجل، هذا العاهر كان بيروح القهوة، المباحث الأدب اللي جابته، يروح القهوة يقعد مع الناس اللي على القهوة ويأتي بالرجال ويتفق معهم مقابل ان هم يعاشروا زوجته معاشرة الازواج. طبعا ده شيء كان مذهل بالنسبة لي. اكيد. يعني عارفة حضرتك انا ايه، انا قلت ايه، هو الناس دي عايشة معانا في المجتمع؟ طبعا انا يمكن عشان يعني ربنا يعني يكرم الناس جميعا، انا مش بفضل ناس، لكن انا زي ما بتقولي حضرتك انا من زمان راجل ملتزم شويه، يعني بحب ايه ابقى مع ربنا، يعني ببقى ملتزم، ما احبش امشي في الغلط، مش عارف ايه كده يعني.
فكان الموضوع بالنسبه لي ففوجئت الناس بيقول ده في من ده كتير، انا لم ارى ذلك، انا ده شفته بعيني بقى. الشاهد من القضيه دي يا استاذ السما، والله رايت غضب ربنا على وجوههم، ولقيتهم عندهم برود غريب. تخيل حضرتك ان واحد يعني بيروح قهوه ولا مش ويتفق مع رجاله، طبعا دول مش رجاله، دول عاهرين، ده عهر وفسق، ويروح يتفق ان هو يروحوا يقعدوا مع زوجته يعاشروها مع الازواج، طبعا دي يعني حاجه خارقه للعقل، وتخيل دول عايشين حياتهم عادي. خدي بقى المفاجاه، عند وانت بتساليهم وبتطلعي على اقوالهم عندهم برود عادي، ده مفيش مشكله خالص بيسالوا، بس انا بقى لقيت في وشهم غضب، لقيتهم عليهم غضب. عارفه حضرتك انا اسف، ويمكن يعني المواضيع دي بتبقى لماحه شويه، تلاقي يقول لك ده مثلا ده خنزير، ده مش عارف ايه. ايوه لقيت وشهم في حاجه مش غريبه، في حاجه مش طبيعيه، دول مش بشر، ما هو ده حيوان، هو ده انسان؟ لا طبعا. بس دي كانت دي من ضمن القضايا يعني اللي انا فعلا يعني قسيت فيها، وبالمناسبه تم يعني عمل شكوى فيها بسببها، لان انا بصراحه يعني ساعتها اسات التعامل، ما كنتش عايز اشوفهم فاشتكوني، مش مشكله يعني، ده طبيعي. كنت مستاء يعني، عارفه حضرتك كان عندي يعني عارفه بتاع المخدرات عادي يعني، ببص له يعني انا بعتبره ارحم، بيبقى ارحم طبعا. لكن الموضوع ده ما فيهوش تهريج. عايزين نتكلم عن السوشيال ميديا وعلى اللي بيحصل فيه. انا هقول لك، بالمناسبه على فكره انا مقدم بلاغ اتحبس بسببه ان جي وكروان مشاكل بسبب السوشيال. انا دايما بقول يا جماعه، لان انا خلي بالك الماجستير بتاعي في جزئيه التقنيه الحديثه للعلوم الالكترونيه في مجال القانون، اللي هو ايه القانون. بس في ناس كتير بتقول كروان هيطلع. لا ما انا معلش، انا مش هستبقي، لكن انا اقول لك على حاجه، هو يعني هو الله اعلم يعني، انا ما اعرفش حاجه عنه ولا تفاصيل. هو بيقول من ذو الهمم. طب ممكن اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضل. انت حقك تسالي وانا حق اجيب. اتفضل. طبعا انا مش هقول حدث عشان الناس ما تفكرش ان انا باطلق احكام قبل صدور الاحكام، لكن انا بخبرتي القانونيه بقول لحضرتك مش هيطلع، وبخبرتي العمليه بقول لك هيتحبس هو وانجي، وهياخدوا حكم مع النفاذ. خدي ده مني على الهوا. ممكن اعرف الثقه؟ هقول لك الثقه. بص حضرتك، في مجال التقنيه الحديثه ومجال التطبيقات الحديثه، ده يعد اعتراف مسبق من المتهم ما يقدرش ينكره. عارفه حضرتك مثلا يا استاذ سما، انت قلتي فلان ضربني، يجيبوا تحريات مباحث ويجيبوا شهود، دي قرائن على الايه؟ على الواقع. تمام. لكن في مجال التقنيه الحديثه يا استاذه سما، وانت يعني سيده من سيدات الاعلام، لازم نعرف ان التقنيات الحديثه دي، ده صوت وصوره، ده اعتراف منه. النهارده لما يطلع كروان، ده هو طبعا ما اسموش كروان على فكره، اسمه احمد. ايوه ماشي. وانجي ما اسمهاش انجي، اسمها سماح مصطفى، عشان بس الناس تبقى عارفه. دول طلعوا على السوشيال ميديا، هو عاري الجسد وهي في ثياب هوت شورت ومش عارف ايه ومنظر غير لائق، وظهروا على الشاشات بهذا المشهد، وتم حبسهم على فكره. بالمناسبه هو وجه اليهم في النيابه العامه بانهم دعوه للفسق والفجور واستخدام وسائل التواصل والتقنيات الحديثه في نشر الفسق والفجور. طيب الاتهامات دي جت منين يا استاذه سما؟ اتت هذه الاتهامات من قبل الصوت والصوره. هاتي لي بقى عكسها، قولي لي الصوره دي مركبه. بالمناسبه على فكره هم اعترفوا على نفسهم. اعترفوا على نفسهم، قولي لي بقى يخرجوا ازاي؟ عايز افهم. ناس كتير بتتكلم في كده. ليه اتكلم اتكلم. وعلى فكره احمد اللي هو كروان دون، اللي بيسمي نفسه كروان، بالمناسبه هو مش من ذوي الهمم، هو عنده اعاقه، إعاقة ليست إعاقة ذهنية، فما نقدرش نقول عليه ذوي الهمم، وليست إعاقة كاملة، ده بنسبة 20% في رجله اليسرى. طب سيادة المستشار، طب إزاي إحنا نتخلص من الفيديوهات السيئة دي طبعا على السوشيال ميديا؟ بص حضرتك، وننصحهم بإيه؟ أقول لحضرتك النهاردة، أنا بشكر طبعا بعض منظمات المجتمع المدني،
واللي انا بنضم ليهم طبعا في بعض البلاغات، ان هما بيتقدموا ببلاغات، وانا برضو من ضمن الناس اللي بيتقدموا ببلاغات، وفي دكاتره زمايلي وزملاء عزيزين بيتقدموا. هي دي الحرب. ليه؟ الحرب ضد الفساد، مش الحرب اللي هي، لا الحرب ضد هؤلاء. بنعمل ايه؟ بنتقدم ببلاغات ان ده ما ينفعش. وبالمناسبه من ضمن الاتهامات التي وجهت في النيابه العامه ضد كروان وانجي ان هم بيخالفوا القيم المجتمعيه. القيم اللي هي ايه بقى؟ ان انا وحضرتك ما ينفعش يقتحموا علينا السوشيال ميديا ويورونا مشاهد سافره. ينفع انا بنتي، انا اسف، بنتي او بنت حضرتك او بنت، لا طبعا ما ينفعش ترى هذا المشهد؟ لا لا ما ينفعش. وبالمناسبه اديكي بقى مفاجاه على الهواء ما حدش اتكلم فيها، وانا بعلنها من خلال برنامج حضرتك ومن خلال القناه المحترمه قناه الصحه والجمال، انه سيتم مصادره الاموال التي تحصلوا عليها من المشاهدات. واحد يرد عليا يقول لي ازاي؟ اقول لك ده تربح من مشاهد سافره. فالنيابه العامه بتصدر امرها بمصادره هذه الاموال التي تحصلوا عليها. واحد يقول لي هنجيبها ازاي الاموال دي؟ اقول لحضرتك في حساب مقيم على الحساب، بيبقى حساب بنكي مقيم على ايه؟ على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى اليوتيوب وعلى التويتر وعلى كواي، خلاص كل ده تمام. الحساب ده حساب ايه؟ حساب بنكي. بيتم مصادرته، يتم ايقافه. بالمناسبه وحضرتك يعني استضفتينا في هذا، فاحنا بنقول كلام ما حدش يعرفه. لقد تقدمت ببلاغ الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. بالمناسبه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام يا استاذه سما من الاجهزه القويه جدا 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 في مصر. ممكن يقول لحضرتك ما تطلعيش، ممكن يقول لي ما تظهرش على الشاشه، ممكن يقفل حسابي بتاع الفيس وبتاع التيك توك، اي حساب. ورايهم يحترم. ده مش رايهم، ده قرار. أيه. خلي بالك محترم. النيابه العامه يا استاذه سما حينما تصدر قرار باغلاق حسابات فلان الفلاني بتوديها لمين؟ مجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. اذا فهو جهاز قوي جدا جدا. وعلى فكره ومعلومه للساده المواطنين جميعا، اي واحد فيهم سواء كان قانوني او غير قانوني له الحق، مش يتقدم للنائب العام على فكرة، يتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف حساب فلان لأنه خرج علينا بمشاهد إيه؟ غير لائقة. بشكرك جدا، استأذنك نطلع فاصل بعد سيرة كروان طبعا ونرجع لكم تحت تاني. أمر حضرتك، اتفضل. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، ابقوا معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين. معالي المستشار، عايزه اسال حضرتك عن قانون الخلع. الزوجه بتفقد جميع حقوقها من ضمنهم القايمه؟ لا. الخلع حينما تقوم الزوجه برفع قضيه الخلع فهي فشلت في طريق الطلاق. هي مش قادره تتطلق رسمي فبتخلع نفسها، وهذا بنص القانون وبنص الدين يجوز لها ان تقوم بالخلع. خلاص؟ رفعت الخلع بتخلع منه، فبيسمى الحكم تطليق خلعا، طلقت خلعا. يعني مش الزوج اللي رمى عليها الايه؟ اليمين. طيب هذا ثابت سواء في الشريعه او في القانون. وعلى فكره القانون بيستقي احكام الاسره واحكام الشريعه من الشريعه الاسلاميه. خلاص؟ طيب بالنسبه للقايمه اللي هي قايمه المنقولات، ملهاش علاقه خالص بموضوع تنازلها عن حقوقها في الخلع. ليه؟ لأن الـ 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 القائمة، قائمة المنقولات دي على عارية الاستخدام، هذه القائمة تعد زي إيصال أمانة يا أستاذة سما، مستقل تماما، مستقل تماما عن قضية ان هي تنازلها عن المؤخر ومؤخر الصداق والنفقة وكل حاجة. تنازلها عن ده كله. خلاص ده 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 القانون شرع ان تتنازل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ان هي تبريه من كل الامور. القائمة بتظل. ممكن يتفق الزوج مع الزوجة ها
ان هي تسلمه قائمه المنقولات، يعني تاخد ياخد الورقه اللي هو ودي. لان خلي بالك ده يعد ايصال امانه وبيعامل في المحاكم كجنحه امانه، جنحه ايه؟ خيانه امانه. لو هي سابتها بالود خلاص، ما سابتهاش ده حقها. حقها تاخدها. طيب هي النهارده، ولذلك القانون الجديد يعني يقال ان التعديل القريب الذي سيحدث في مقتبل العام القادم اذا كنا من اهل الدنيا، يقال ان المدرسات والمباحثات ورد فيها انه سيتم الحاق قائمه المنقولات مع قانون الاسره، يبقى مش هتعالج جنائيا، هتبقى ايه؟ من خلال محكمه الاسره، ينظرها قاضي الاسره مش قاضي الجنح. هنا بقى تخرج من جنحه خيانه الامانه الى الى ايه؟ الى 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 مسار اخر داخل محكمه الاسره. هي مش هتفقد امرها، يعني مش هنفقدها، ولكن هيتم معاملتها فين؟ في محكمه الاسره. هينظرها قاضي الذي ينظر مسائل الزواج والطلاق والميراث في محكمه الاسره. معانا مداخله. الو الو، الخط قطع. معالي المستشار، عايزين نتكلم في التطورات في السنين القادمه. في انهي ناحيه؟ طبعا الريس، تطورات والقضاء على العشوائيات والناس اللي بتقول حاجه غاليه بصي انا هلخص الحوار ده في ايه من ايات ربنا، عشان انا لما اقول ايه هيبقى مش كلامي. ناس تقول لي انت بتطبل مثلا، هيقولوا حضرتك مثلا انا كده كده بدعم السيد الرئيس. هذا الرجل هو من يستحق هذه الولايه على هذه البلد في هذا التوقيت بجداره وبكل مصداقيه. مفيش مجال ان انا اسف، انا رجل قانون، انا ما ينفعش اطبل، لكن ينفع اقول الحقيقه. بالظبط. حينما نختار في ظل ظروف النهارده يا استاذه سما، هديكي مثل بسيط وهتفهمي فيه، وهنرجع فكرني بحكايه الايه دي، عشان الايه دي هتلخص، ما حدش عارف يرد علينا بيها. طيب. دي ايه من عند ربنا بقى، مش طيب. بتاعتي. ونعم بالله. طيب ساختم بيها يعني، لكن انا هقول لك على حاجه بسيطه. النهارده مصر دي مركز استراتيجي للعالم كله. عندك بحور، بحرين، بحر متوسط وبحر. طب ناخد مداخله ونرجع نتكلم. اتفضلي يا فندم. الو 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 الو، مساء الخير يا استاذه سما. مساء النور، اهلا بيك يا مي. حضرتك منوره الدنيا، وانا من المتابعين بتوع حضرتك. ويا رب جدا دايما يا رب دايما متالقه وفي خير يا رب. ميرسي ليك. استاذنك نرحب بالمستشار، وعايز اساله بس سؤال من فضلك. اهلا وسهلا حضرتك. مساء الخير يا ست مستشار. مساء النور يا فندم. من فضلك بس انا كنت عايزه اسال بالنسبه للحضانه للاولاد بعد الانفصال. بعد الانفصال؟ عايز اعرف تفاصيل كل حضانه للاولاد بعد الانفصال. طيب الانفصال ده بعد كام سنه من الزواج؟ 20 سنه. ده كده الاولاد كبار. يعني 20 سنه و15. 15 دي يخير، الطفل يخير بعد 15 سنه. استاذه بنص مي القانون. استاذه مي بشكرك للتواصل، وانتظري الرد بعد الفاصل. فاصل ونرجع ليكم تاني، ابقوا معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع المستشار. معالي المستشار، عايزين نرد على مي. طيب هي الرد على مي في عجاله بسيطه. القانون المصري حتى اشعار اخر، لان هيتم التعديل ده زي ما قلنا قريبا، يعني هي بتقول بعد 20 سنه. 20 سنه ده خلاص كده، يعني هي ايه اللي عدى سن ال 15 بيخير ما بين يا بابا يا مامته يا والده يا والدته. فإذا خير بين والدته أو والده له حق الاختيار، و90% بيختار الأم، عشان طبعا هم عايشين معاها. طبعا الأم هي اللي بتدلع وهي اللي بتهني وهي اللي فخلاص يعني ايه، بعد 15 بيخير. ال 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 البنت تظل حتى سن الزواج، قد تظل تحت لغاية سن الزواج مع مين؟ مع والدتها. طب افرضي الأم تزوجت
بتنتقل الحضانة بنص القانون إلى الجدة والدة الأم. الأم. وطبعا ده أنا بعتبره خطأ في القانون، سامحيني، لكثير يعلمه. هي كده ممكن كده الأم مقيمة مع مين؟ ممكن تكون مع والدتها، مع متجوزة مع والدتها، والدتها في نفس الشقة يعني. فأصبحت ما هي ما تخلتش عن الحضانة ولا حاجة، ده احنا بنعمل يعني إيه؟ أوراق رسمية. حكم وياخدوا حكم. ولذلك أنا بقى عاوز في أقل من دقيقة، وأنا بطلب من التشريع المصري، وأنا أعتقد أنه في القريب العاجل هيحدث، لكن نستبقي الأمر فنقول أن قانون الاستضافة لم يفعل يا أستاذة سما. قانون الاستضافة في القانون المصري لا يوجد أحكام استضافة. تخيلي مصر البلد العريقة التي تعلم العالم القوانين وتنشئ القوانين من لدن الفراعنة، ها حتى الآن قانون الاستضافة الذي يحرم الأب من استضافة أولاده في البيت، يروح يقابلهم في نادي ومش عارف إيه، ويستناهم على الناصية، ويقابلهم في حديقة مش عارف إيه اللي على في شارع إيه مركز شباب، ده كلام لا يليق. والله أنا من وجهة نظري كسامة، الانفصال يبقى بالود والرحمة والمغفرة، والله هو ده وما الطبيعي. ندخلش القواضي ما بيننا عشان خاطر ولادنا يطلعوا سويين، ما خلينا يبقاش في مشاكل، ما يبقاش في كده كده. البنت هتكبر لازم يكون باباها موجود. خلينا نسأل سؤال أعم من ده. هو النهارده لما الأب والأم بينفصلوا إيه اللي بيحصل؟ الولد والبنت، يا إما البنت، وسامحيني بقى الكلام ده على 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 الوضوح أهو، تمام، إن لم يكن هناك وازع ديني البنت بتشرد تبقى في حتة تانية خلاص. ما في انفصال، في انفصال ده يعني خلل اجتماعي، بالزبط. خلل في اسمه خلل في الأسرة. الأب في حتة في وادي تاني بيتجوز، والأم في وادي تالت بتتجوز. ساعات أطفال بتوصل بسبب الانفصال دوت عنده انفصام. يا أستاذة سما أزيلك من الشعر بيت، عارفة أطفال الشوارع وإن كان هذه الظاهرة نقصت، عارفة سببها إيه؟ احنا خلاص قربنا على نهاية الحلقة، عايزة أفكر حضرتك بالآية. طيب. للناس بقى اللي بتقول لك إيه، عملنا ده احنا كباري عملنا وما كباري بناكلش الأول، وما بنشربش، ده احنا ما بناكلش وما حاجة بنشربش. غالية والحاجة طيب أنا هقول لحضرتك ردي، وسجلوا الرد ده كويس وتعلموه. ده رد مين؟ ده كلام مين؟ كلام ربنا طبعا، سيدنا ونعم إبراهيم. بالله العلي العظيم. سيدنا إبراهيم لما راح مكة وكانت أرض جرداء ليس فيها أكل ولا طعام ولا حاجة ولا أي حاجة خالص، دعا ربنا فقال إيه؟ نتعلم سياسة المولى، هو اللي أنشأ الكون وهو اللي عارف تدبيره. قال إيه سيدنا إبراهيم؟ قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. سؤال للسادة المشاهدين ولحضرتك ولجميع الناس، الأمن اللي هو الطريق اللي احنا ماشيين عليه، الأمن اللي هو الشرطة المصرية العظيمة، الأمن اللي هو القضاء، الأمن اللي هو السلطة التنفيذية اللي هو الجيش، الأمن اللي الناس مستهونة يعني إيه أمن؟ أيوه. يسبق الأكل والشرب طبعا. طب أنا بألف، أنا جايب ده من عندياتي يا أستاذ سما؟ لا طبعا. ده مين اللي قاله؟ ربنا. ربنا خلفوا سنة ربنا بقى. لا طبعا أنا خلفوا سنة ربنا، وقولوا إن إحنا بنقول كلام غلط. ده سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء قال رب اجعل هذا بلدا آمنا مطمئن، ثم قال إيه؟ وارزق أهله، يعني ما طلبش الأكل والشرب الأول، طلب إيه؟ هو للأسف احنا كده وصلنا نهاية الحلقة، بس طبعا أنا بدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا مع حضرتك، وبقول له أنت 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 أنت، وهو أحسن من غيره بكتير. هقول لحضرتك، هو ليس، أنا آسف في اللفظ، يعني نحن نعيش زمن الرجل الحقيقي الذي بنى مصر، حقق لمصر أشياء نراها رأي العين. النهاردة الدول العالم كلها عارفة قدرة مصر. للأسف الوقت الحلو بيفيض بسرعة، والحديث معاك طبعا ما نستمتعش بيه، عايزين مدة أطول وأطول. وطبعا كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وبحبكم في الله.